بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برحب بحضراتكم طلابي الأعزاء في محاضرة جديدة في من محاضرات جغرافية الطاقة. والمحاضرة دي هتكون المحاضرة رقم 5، اللي هي بعنوان جغرافية إنتاج واستهلاك وتجارة الغاز الطبيعي في العالم. طبعا دي العناصر الرئيسية بتاعة المقرر ككل، ودي طبعا المحاضرة رقم 5 زي ما انتم شايفين كده. خدنا مقدمة مصادر الطاقة وجغرافيتها في العالم، جغرافية إنتاج واستهلاك الفحم، ثم إنتاج واستهلاك البترول، والنهاردة هنتكلم عن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي. طيب، نبدأ الأول كده عن شوية تعريفات ضروريين جدا. قلنا إن الغاز الطبيعي natural gas ده بيستخرج أصلا من آبار شبيهة بآبار النفط، شبه آبار النفط بالظبط. كان زمان كانوا أول ما بيلاقوا يكتشفوا بير بترول مثلا، فبيلاقوا معاها غاز الميثان مصاحب للنفط، فيعملوا إيه؟ يروحوا مولعين في الغاز ده علشان هم مش عايزينه، عايزين بس الإيه؟ النفط. بدأت الإيه؟ الأفكار تشتغل على الغاز المصاحب ده، وبدأوا يستخدموه استخدامات تجارية، وبالتالي دخل عصر ما يعرف بعصر الغاز الطبيعي. وبالتالي إذا وجد الغاز منفرد لوحده في بير غاز، يعني اكتشف بير يحتوي على الغاز الطبيعي، هيسمى الغاز المصاحب. أما لو كان موجود مع البترول فهيسمى بالغاز المصاحب. يبقى كده لو منفرد غير مصاحب، ولو مع البترول يسمى الغاز المصاحب. طيب شوية، وبدأ الغاز اللي احنا بنتكلم عنه ده اهو شفته هنا بيعمل عملية حرق للغاز علشان يبدأ يستخرج البترول زي ما اتكلمنا، والغاز المصاحب بيولعوه كده، حتى تلاقوا مناطق استخراج البترول هتلاقي فيها شعلة زي دي شغالة دايما ليل ونهار، ودي شعلة حرق الغاز، لأن هم بيحرقونه لأنه استخدامه غير تجاري، يعني كميته مش كبيرة، وبالتالي بيتخلصوا منه. لكن شوية وبدأت الأفكار تتولد، إزاي بقى ننقل الغاز ده؟ بدأت الأفكار تتولد على عملية إسالة الغاز، وتحولنا إلى ما يعرف بالليكويد ناتشورال جاز، أو غاز الغاز الطبيعي المسال. وفكرة الإسالة أصلا نشأت في سنة 1914 في أمريكا، وطبعا بدأ الاستخدام التجاري فعليا بشكل يعني واضح لما مضت بريطانيا اتفاقية مع الجزائر كدولة مصدرة للغاز. الجزائر من أهم الدول المصدرة للغاز عام 61، مضوا اتفاقية مع بعض على إن الجزائر تورد غاز مسال إلى بريطانيا بما يعادل 1 مليون أو أقل قليلا من 1 مليون طن من الغاز المسال كل سنة. وفكرة الإسالة هنا هي عبارة عن تبريد الغاز وتحويله من الصورة الغازية إلى الصورة السائلة، اللي بتخليه حجمه أو اللي بيتم تبريده عند درجة حرارة 161 تحت الصفر، 161 درجة مئوية تحت الصفر، وبالتالي بيتحول إلى غاز مسال، ويتقلص حجم الغاز المسال هنا، أو العملية دي بيتقلص حجم الغاز من صورته الغازية إلى الصورة المسالة بمقدار 1/600، يعني كل 1 متر غاز مسال هو في الأصل 600 متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبالتالي هنا بقت سهلة عملية التخزين وسهلة عملية النقل، زي ما انتم شايفين ال LNG مثلا liquid natural gas، ودي حاملة غاز طبيعي بتنقل الغاز من مكان إلى آخر زيه زي البترول والفحم بعد كده. وطبعا هنتكلم في محاضرة مستقلة عن نقل الطاقة في العالم ازاي بيتم، لكن انا بديكم مثال على أهمية الغاز الطبيعي المسال. نتكلم الأول عن احتياط العالم من الغاز. قلنا ان الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي بلغ 197 كوادريليون متر مكعب من الغاز. الكوادريليون 1 قدامه 15 صفر، تمام. 197 كوادريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنة 2015. روسيا
كدولة بتستأثر بحوالي ربع احتياطي العالم من الغاز. انتوا متخيلين روسيا بتستأثر بربع تقريبا 24% احتياط العالم من الغاز، وبالتالي روسيا دولة بتعتمد على صادرات الطاقة بشكل أساسي جدا في الاقتصاد بتاعها، وبتقوم عندها صناعات ضخمة جدا لأن مورد الطاقة متوفر، وبالتالي تقدر تكون دولة صناعية من الدول الصناعية الكبرى. أيضا هذه الكمية من الغاز المتوفرة في روسيا جعلتها صاحبة قرار في السياسة الدولية وصاحبة كلمة عليا أيضا في السياسة الدولية، وتقدر تضغط بورق الضغط ده على أي دولة أخرى خصوصا من الدول اللي بتستورد منها الغاز زي دول أوروبا كلها، وده شفناه في حرب روسيا أوكرانيا إزاي الغاز لعب دور مهم جدا، الغاز الروسي لعب دور مهم جدا في هذه الحرب وفي الضغط على الدول المستوردة للغاز. أيضا بتأتي إيران بنسبة 17% تقريبا، حوالي سدس الاحتياط العالمي، وبالتالي أيضا إيران في مركز قوة في الغاز الطبيعي أو في تجارة الغاز الطبيعي. ثم قطر بنسبة 12%، يعني الثلاث دول دول عندهم ما يعادل أكثر من نصف احتياطي العالم من الغاز في ثلاث دول فقط، قطر وإيران وروسيا. يبقى إذن نص ويتجاوز كمان النص، لكن أنا عايز أقول لك إن لو بصينا على الجدول ده هنلاقي إن روسيا وإيران وقطر والسعودية تركمانستان الإمارات والصين والجزائر والعراق وإندونيسيا موزمبيق كازاخستان مصر أستراليا أوزبكستان تقريبا أكثر من 75% من احتياطي الغاز العالمي يوجد في غرب العالم أو في الكتلة الغربية من العالم وليس في الكتلة الشرقية. إحنا عارفين الفرق بين النظامين في الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. الكتلة الشرقية في العالم بتمتلك آسف الكتلة الشرقية في العالم بتمتلك أكثر من 75% من احتياطي العالم من الغاز، وبالتالي هي مصدر قوة للدول اللي في الكتلة الشرقية، الصين وإيران وروسيا تحديدا يعني، والدول الداعمة لكل منهما والدول الحليفة لكل منهما من دول الكتلة الغرب الشرقية، كل دول يمثلوا قوة كبيرة جدا في وجه الكتل أو كتل النظام السياسي الغربي، أمريكا ودول أوروبا وكندا. طيب يظهر طبعا عندنا هنا أن مصر على سبيل المثال عندها 1% من الاحتياط العالمي للغاز، وده طبعا بعد اكتشاف حقل زهر ارتفع احتياطي مصر من الغاز، وده طبعا يعني احتياطي ضخم جدا وليس بالهين، لما مصر تيجي في المركز الـ16 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي فده رقم كبير جدا. وطبعا الـ20 دولة دول اللي قدامنا بيمثل الاحتياطي فيهم 90% تقريبا، وباقي العالم الاحتياطي فيه يمثل 10% فقط. طيب أما نيجي ده كده عموما أو نظرة سريعة على جغرافية الاحتياطي العالمي من الغاز. طب بنتكلم عن جغرافية الإنتاج، احنا عارفين إن الاحتياطي هو الكمية الكامنة من المورد في باطن الأرض والتي يمكن استخراجها بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة في الوقت الحالي. فالرقم الاحتياطي ده ده اللي موجود في باطن الأرض، ده اللي موجود في البنك، رصيدك في البنك زي ما بيقولوا. أنت بتصرف منه أو أنت بتنتج منه كام؟ أنا بنتج أو بتسحب منه قد إيه؟ كل سنة بسحب منه إنتاج عالمي يعادل 154 تريليون قدم مكعب من الغاز، ده الكلام ده في 2015. وطبعا استأصدت قارة آسيا لوحدها نص تقريبا نص الإنتاج العالمي، لسه بنتكلم عن إيران وعن قطر وعن روسيا إزاي هم عندهم احتياطي ضخم جدا من الغاز، وبالتالي هتلاقيهم هم برضو من أعلى الدول المنتجة، وبالتالي هتلاقي دول آسيا كلها بتنتج تقريبا نص إنتاج العالم من الغاز. أمريكا الشمالية تتجاوز قليلا الربع، ربع إنتاج العالم من الغاز، يعني داخلة في 28% أهو تقريبا،
تيجي أفريقيا بعد كده 8.8، عندنا الجزائر ونيجيريا ومصر من أهم الدول المنتجة. أوروبا بنسبة 7.5%، طبعا غاز بحر الشمال والمناطق اللي موجودة في منطقة بحر الشمال. أمريكا الجنوبية طبعا فنزويلا 5.5%، طبعا أمريكا الجنوبية. ثم لما نتكلم بقى على الدول المنتجة للغاز أو جغرافية الإنتاج على حسب الدول، لا الوضع هيكون مختلف شوية. تلاقي إيه؟ تلاقي عندك دول ضعيفة الإنتاج، ودي 167 دولة ووحدة سياسية بتنتج فقط حوالي 6%. فأنت عندك أغلب دول العالم إنتاجها ضعيف من الغاز، وبالتالي هتلاقي دول معينة هي متحكمة في الإنتاج، وده هنتكلم عنه بعد شوية. كل الدول اللي لونها أصفر دي دول ضعيفة الإنتاج، يعني بتنتج أقل من 700 بليون قدم كويبك أو قدم مكعب. ومنها على سبيل المثال ليبيا، السودان، تنزانيا، كل أغلب دول أفريقيا ما عدا مصر ونيجيريا والجزائر، دول أعلى 3 دول في أفريقيا. وكل دول أفريقيا بقى بتمثل دول ضعيفة الإنتاج من الغاز. أيضا في أوروبا أغلب دول أوروبا هي دول ضعيفة إنتاج، لأن معروف إن أوروبا دولة ضعيفة الإنتاج في الطاقة بشكل عام، الطاقة الأحفورية بشكل عام. ويعني أفريقيا وأوروبا تقريبا القارتين الأكثر فقرا في إنتاج الغاز. طيب ثم بقى تيجي بعد كده دول منخفضة الإنتاج، 17 دولة تقريبا، ودي بتنتج حوالي 14%، منهم طبعا مصر، منهم كازاخستان، الهند، منهم البرازيل، منهم الأرجنتين، منهم بريطانيا في أوروبا يعني. ودي دول زي ما قلنا دول يعني منخفضة الإنتاج. دول متوسطة الإنتاج، ودي 10 دول بتنتج حوالي 18%، يعني ال10 دول بينتجوا تقريبا قد 167 دولة زائد ال17 دولة التانية تقريبا، خلاص. يبقى ال10 دول بتنتج حوالي 18.7%، ومنها طبعا نيجيريا، منها السعودية، منها استراليا، منها أوزبكستان وتركمانستان، منها المكسيك، منها فنزويلا. كل دي دول متوسطة الإنتاج. دول عالية الإنتاج، ودي 5 دول فقط بتنتج 19%، حوالي خمس الإنتاج العالمي. ودي طبعا منها كندا، منها كندا، منها الصين، منها أيضا النرويج، منها الجزائر، تمام. يبقى إذن دي دول زي ما بنقول كده دول عالية الإنتاج. أما الدول ضخمة الإنتاج فهم 3 دول اللي هم إيران وروسيا وأمريكا، 3 دول تقريبا بينتجوا حوالي 42% من إنتاج العالم، يعني ما يقرب قليلا من الإيه، من نص إنتاج العالم بيأتي من 3 دول فقط اللي هم إيران. فلا إيران تلاقي ليها كلمة دايما في السياسة الدولية، ولأنها مركز قوة من منطلق يعني طاقة الغاز. أيضا روسيا، أيضا أمريكا، وهم طبعا في غنى عن الكلام عنهم في هذا الشأن. جغرافية الاستهلاك، لما نتكلم بقى عن الإنتاج يبقى لازم نتكلم أيضا عن استهلاك الطاقة. نيجي نبص على القارات كده، فنلاقي إن أفريقيا قارة ضعيفة الاستهلاك، وده طبعا يدل على المستوى الاقتصادي اللي بتعيشه القارة، لأن هي طالما ضعيفة الاستهلاك يبقى إذن ما عندهاش صناعات، ما عندهاش وسائل نقل تسير بهذا النوع من الطاقة، ما عندهاش إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الغاز. وكلمة ما عندهاش هنا مش معناها إن هي فقيرة منها، لا، يعني مش ما عندهاش المستوى اللي يخليها من هذه التكنولوجيا اللي يخليها دولة، أو آسف قارة عندها استهلاك
ضخم من الغاز زيها زي آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. أيضا أمريكا الجنوبية لها نفس الخصائص بتاعت أفريقيا، وأستراليا كذلك الحال بسبب عدد السكان الضعيف فيها وقلة استهلاك أو قلة الاستهلاك الإيه أو الطلب على الغاز الطبيعي. يبقى أما آسيا فعندها نص الاستهلاك العالمي 49.6% تقريبا، أمريكا الشمالية حوالي 28% تقريبا، ثم أوروبا 14%، ودي أعلى 3 قارات. وطبعا آسيا غنية عن التعريف هنا في فيما يخص الاستهلاك، ضخامة السكان، قوة الدول الصناعية اللي موجودة فيها، ويعني الطلب الضخم على هذه الأنواع الثلاثة من الطاقة الأحفورية سواء الفحم أو الغاز أو البترول. طب لو اتكلمنا عن الاستهلاك على مستوى الدول أيضا عشان نبقى يعني نبقى فاهمين مين اللي بيستهلك أكتر من مين، فهنلاقي عندنا دول ضعيفة الاستهلاك، تقريبا 163 دولة بتستهلك 6% تقريبا، هم الدول يعني تقريبا تشبيها. هتلاقي إن أغلب الدول اللي كانت ضعيفة الإنتاج هي دول ضعيفة الاستهلاك أيضا. ولكن يلاحظ إن دول أوروبا كل أو معظم دول أوروبا لا اتحركت من هذه، هي ضعيفة الإنتاج لكن مش ضعيفة الاستهلاك، دي دول متوسطة الاستهلاك تقريبا، متوسطة إلى منخفضة. يبقى إذا هذه الدول ده يدل على إيه؟ على زيادة الطلب على الغاز، يدل على زيادة الطلب على موارد الطاقة، وبالتالي استخدام هذا المورد في الصناعة، في التدفئة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، في النقل. وبالتالي هتلاقي إن دول أوروبا على طول من الدول المتوسطة الاستهلاك في الغاز تقريبا. وبالتالي هتلاقي إن اللي حصل في حرب روسيا أوكرانيا من ضغط روسيا على هذه الدول من منطلق ان هي الدولة المصدرة اليوم للغاز، فده معناه ان هنا كانت هذه الدول تحت رحمة روسيا، وطبعا النرويج كانت بتمد هذه الدول بالغاز الطبيعي، لكن يعني غير كافي طبعا، انتاج الغاز في النرويج غير كافي لكل هذه الدول. فإذا دول متوسطة الاستهلاك هنا 26 دولة بتستهلك 41% تقريبا، ومنهم طبعا مصر، تركيا، دول أوروبا أغلبها، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، دي كلها دول متوسطة الاستهلاك. ثم تأتي بعد ذلك دول عالية الاستهلاك، ودي دولتين فقط، الهند، آسف، الصين وإيران، ودي دول عالية الاستهلاك بتستهلك تقريبا حوالي كام في المية، 10.6%. وطبعا الدول شرهة الاستهلاك دي الدولتين بس اللي هما روسيا وأمريكا، أيضا من الدول عالية أو شرهة الاستهلاك، لأن ضخم الاستهلاك بتاعها ضخم جدا من الغاز، بيبلغ حوالي تلت استهلاك العالم من الغاز في دولتين اتنين فقط اللي هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذا كده اكتملت صورة الإنتاج والاستهلاك. محتاجين نعرف مين الدولة اللي عندها فائض ومين الدولة اللي عندها عجز عشان تكتمل الصورة بتاعة جغرافية الإنتاج والاستهلاك والفائض أو الميزان التجاري. فنيجي نتكلم على الفائض التجاري، فهنلاقي إن بلغ العجز الاستهلاك العام لدى دول العجز كلها حوالي 26 تريليون قدم مكعب، الفائض بلغ 55 تريليون مكعب. يبقى إذن هذه الدول أو هذا الميزان التجاري يمثل 28.5 أو 7 تريليون قدم مكعب، ده اللي بيدخل في تجارة الغاز العالمية ما بين دول عندها عجز ودول عندها فائض، دول عندها عجز بتستورد ودول عندها فائض بتصدر. طب نبص كده على الدول اللي لونها أخضر، فدي الدول اللي عندها فائض، والدول اللي لونها أحمر دي الدول اللي عندها عجز بيتراوح طبعا من صفر إلى يعني من التعادل أو من رقم قليل جدا في العجز لا يكاد يذكر إلى حوالي 4 تريليون، 4.3 تريليون قدم مكعب.
أما الدول اللي عندها فائض فبرضه بيتراوح من الصفر إلى ال 8 تريليون. هتلاقي الدول اللي عندها فائض باينة جدا: كندا، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودي طبعا عندهم على طول المكسيك ودول أمريكا اللاتينية أو أمريكا الوسطى، دي دول كلها عندها عجز، وبالتالي هتكون تستورد على طول من أمريكا وكندا هذا الغاز. أيضا دول شمال غرب أمريكا الجنوبية زي كولومبيا، زي بوليفيا وغيرها، فنزويلا أيضا عندها عجز، لأن هي ما بتست... ما بتس... ما... لا تستخرج، آسف، عندها فائض لأنها دول أصلا عندها احتياطي ضخم، وبالتالي تقدر تصدر هذا الاحتياطي إلى الدول الباقي، دول أمريكا الجنوبية، البرازيل وباراغواي وغيرها من تشيلي وغيرها من الدول الأخرى في أمريكا الجنوبية. نيجي نبص على أفريقيا، هتلاقي الجزائر عندها فائض ضخم جدا هي ونيجيريا، ثم مصر وليبيا وتشاد وغيرها من الدول وسط أفريقيا، وطبعا عندها سوق الاستهلاك أهو موجود حواليها في باقي دول أفريقيا اللي باللون الأحمر، أو إن هي تصدر، الجزائر تصدر على طول على أوروبا، لأن أوروبا كلها تقريبا، يعني إذا استثنينا منها بعض الدول زي النرويج، هتلاقي النرويج مثلا، الدنمارك، يعني الدول ضعيفة جدا، 3 دول أو 4 دول تقريبا هم اللي عندهم فائض، وباقي الدول عندها عجز، كل أوروبا عندها عجز، تركيا عندها عجز، وطبعا واضح جدا إن ألمانيا عندها عجز قوي جدا، وهي وإيطاليا، وبالتالي هذه الدول مستفيدة جدا من الغاز الروسي، وبالتالي يمثل لها يعني مسألة حياة أو موت، أو الغاز بشكل عام. عشان كده هذه الدول بتحاول تتقاسم ثروة الغاز اللي موجودة في شرق المتوسط بشكل أو بآخر، تدعم إسرائيل بسبب طبعا إن إسرائيل أحد مصدري الغاز المسال في العالم، وبالتالي يعني لها مصالح طبعا مع إسرائيل، غير الطائفة اليهودية الموجودة في أوروبا وأمريكا، وسلطة هذه الطائفة اليهودية وأموالها الضخمة جدا اللي بتصرف في الاقتصاد في هذه الدول، إلا إنها أيضا هذه الدول يعني ضعيفة الإنتاج في الطاقة، وبالتالي بتكون يعني عندها تطلع إن هي تتدخل في شؤون الدول اللي عندها غاز زي شمال أفريقيا، والدول المصدرة للغاز، والدول اللي عندها احتياطيات غاز عالية. طيب، برضو عندي في آسيا بقى، عندي روسيا عندها فائض من الغاز، كازاخستان ودول وسط وجنوب وغرب آسيا. أما الدول اللي عندها عجز فهي الهند والصين ومجموعة واليابان طبعا، ومجموعة دول أخرى في هذا الجزء من جنوب شرق آسيا، وهذه الدول طبعا ضخمة، ضخمة الاستهلاك، لأن طبعا في عدد سكان ضخم جدا، ودول صناعية كبرى طبعا معروفة. الأوقيانوسية، ودي طبعا أستراليا وبعض الدول المحيطة بيها، وكمان عندي دولة زي أندونيسيا عندها فائض من الغاز، وبالتالي هذه الدول عندها فائض من الغاز تقدر تصدره إلى دول الجنوب شرق آسيا اللي تقدر تلتهم أي فائض من الغاز في الدول المحيطة بها. كده يبقى المحاضرة انتهت تقريبا، لكن عايز أبص معاكم على حاجة أخيرة. ده طبعا أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، هتلاقي قطر نمبر وان زي ما بيقولوا، رقم واحد في إنتاج الغاز، أو في آسف في تصدير الغاز المسال، وبتصدر تقريبا 114 مليار متر مكعب سنويا. تأتي بعدها أستراليا، تأتي بعدها الولايات المتحدة، تأتي بعدها روسيا، تأتي بعدها ماليزيا، نيجيريا، إندونيسيا، عمان، الجزائر، عمان، بابوا غينيا الجديدة اللي هي هنا كده، بابوا غينيا الجديدة هنا في المنطقة دي كده، ثم ترينيداد وتوباكو. وطبعا الدول دي
من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم. ممكن ما تكونش أكبر دول منتجة، لكن الإنتاج طالما ما بيقبلوش استهلاك عالي يبقى إذن هيصدر كله أو هيصدر أغلبه، وبالتالي هتكون هذه الدول دول مصدرة للغاز بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. أما الدول العربية فبتستحوذ على 30%، هذه الدول اللي قدامكم دي تستحوذ على 30%، تلت صادرات الغاز المسال في العالم طبقا لبيانات 21. قطر في البداية طبعا 77 مليون طن، والجزائر 11 اللي هي دي قطر، الجزائر 11.4 مليون طن، عمان 10، الإمارات 6 تقريبا%، ثم مصر 2.2%. تمام، التلاتة دول كده، الخمس دول 30% تقريبا من صادرات الغاز المسال عالميا. وبالتالي هنا بقى نقدر نقول ايه قوة العالم العربي وايه يقدر يضغطه في حرب غزة على سبيل المثال، الحرب اللي قامت بها اسرائيل منذ يوم 7 اكتوبر لغاية النهاردة هو 2/11/2023. هذه الحرب الدامية الوحشية اللي بيقوم بها هذه دولة الاحتلال الغاصب دي نقدر نواجهها ازاي كدول عربية؟ لا، نقدر نواجهها بكذا طريقة. اولها طبعا يعني بعيدا عن الجزء الدبلوماسي وان احنا نطرد السفير الاسرائيلي وما الى ذلك، لكن على سبيل المثال الغاز المسال ده نقدر نضغط، نقدر يكون ورقة ضغط عالمية على كل الدول الداعمة لإسرائيل إن احنا نوقف هذه الإمدادات، أو نهدد على الأقل أو نلوح بقطع إمدادات الطاقة عن هذه الدول كلها ما لم تتوقف أو يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواتنا في فلسطين. دي ورقة ضغط قوية جدا، وكان ليها دور مهم جدا في حرب 73 لما الملك عبد العزيز قال إن النفط العربي ليس أغلى من الدم المصري، وبدأ هنا يوقف أو يهدد بوقف وأوقف فعلا إمدادات النفط لدول كل أوروبا زي ما أنتم شايفين بتعتمد على الغاز، وبالتالي يمثل لها ارتباك قوي جدا في فاتورة الطاقة بتاعتها، ارتفاع تكلفة الطاقة اللي هتعيشها، تهديد أمنها في الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده، الارتفاع فاتورة استهلاك الطاقة للشعب نفسه أو للشعوب الأوروبية نفسها، كل ده يمثل تهديد لهذه الدول مما يجعلها تراجع حساباتها كويس قوي في قبل ما تدعم إسرائيل، إن العرب هيقفوا وقفة قوية جدا ويقطعوا عننا إمدادات الطاقة، وبالتالي إحنا مش قد العرب في هذه النقطة. وروسيا إحنا لينا معاها خلافات زي ما أنتم عارفين في حرب أوكرانيا، نقدر هنا نقول إن الطاقة تمثل يعني كارت قوي جدا في السياسة الدولية، وده إن شاء الله هنفرد ليه محاضرة كاملة بإذن الله في المقرر، هتبقى عن يعني أثر الطاقة في الاستراتيجيات العالمية و الحروب العالمية اللي قامت قبل كده والمشاكل السياسية العالمية. أتمنى لحضراتكم التوفيق، و يعني ربنا ربي يرفع عن إخواتنا في فلسطين البلاء يا رب، وبإذن الله يهزم العدو شر هزيمة بإذن الله وينصر إخواتنا في فلسطين. وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.